الله أكبر، الله أكبر. وما أرسلناك إلا للناس بشيرا ونذيرا. طبعا مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره استقطبت كثير من الحفاظ في العالم الإسلامي، وقد تجاوز عدد المتسابقين في هذا العام قرابة 150 متسابق يتنافسون في فروع عدة كما هو معلوم. وهذه المسابقة أيضا يتم الاستعداد لها في الحقيقة طوال العام، فهي مسابقة ذات مكانة عالية جدا وتحمل اسم الملك عبد العزيز رحمه الله. هذه المسابقة تختلف عن المسابقات الأخرى، خصوصا وأنها تقام في المكان الذي أنزل فيه القرآن، فحقيقة شعور لا يوصف. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أحفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر. أنا اسمي محمد سالم علي من البرازيل وعمري 7 سنوات. أشكر خادم الحرمين الشريفين على دعوته لي للمشاركة في المسابقة.